يقول هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة التي يجهر فيها الإمام للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يرى أن ذلك لا يجب ويكفيه قراءة إمامه، وهذا قول جماهير العلماء. والقول الثاني أن قراءة الإمام أي قراءة المأموم فيما يجهر فيه الإمام، قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام واجبة بل ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث أن القراءة مستحبة وليست واجبة، وهذا مذهب الأوزاعي. هذه أقوال أهل العلم فيما يتعلق بقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيما يجهر فيه الإمام من صلاته، يعني في الركعات الأولى والثانية من الصلوات الجهرية، صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الليل في القيام وما أشبه ذلك مما يكون الإنسان فيه مأموما. والراجح من قول من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، ما دام أن الإمام لا يترك فرصة للقراءة فلا تجب عليه القراءة، بل لا تجوز القراءة له، وذلك أنه يجب عليه أن ينصت لما جاء في الآية الحكيمة قول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي السنة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. وفي حديث أبي هريرة كذلك في السنن، وجاء في حديث جابر وإن كان في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث أضعف ما يستدل به، لكن يعتضد بدلالات الحديث السابقة ودلالة القرآن. ولذلك إذا قرأ الإمام فأنصت له، ثم إذا سكت وأمكنك أن تقرأ فقرأ الفاتحة، وإذا لم يترك مجالا بأن شرع في السورة التي تلي الفاتحة فقراءة الإمام لك قراءة. نعم.